كنت نشوف فيه مسلسل الاختيار تفكرت باللي الشخصية تاعك كنت أم كنزة مرسلي وتوفيت شخصية قتلت في المسلسل وي وفي صالحة شقلالة طاحت بها الزمان ولت دلالة في الزنقة في الزنقة وفي المسلسل الأخر دخلتي الحبس براني نهاية سوداء سيدة حيدة دخلت الكوميسارية لا لا بصح دخلتي مرجزة الحبس علاش تفوي لي يا أخي بالك ما ندخلش بالك ما ندخلش نقول لك علاش لأنه شخصية مليكة هي شخصية امرأة تحب بيتها وتحب ولادها وما زالت متمسكة بزوجها ولكن حبت تتبع ولادها باش ما يضيعوش منها تحب دراهم ضاعت هي معاهم تحب دراهم لا لا ضاعت هي معاهم كي خلاص كي دخلت في اللوكس وكي دخلت في دايور جو سي با سي فوزافي روماركي مازال دايما عندها حنين لابو ولادها تروح تنقي له الدار تروح تغسل له هو ما يحبهاش وهو ما يحبهاش وهذاك الكره وصلوا لولاده ولاده ما يحبوهاش